دليلي قال لي حتحبي دايما يحكي لي وبصدق قلبي انا قلبي انا قلبي دليلي لك صوتك احلى تقبرني. يلا تعال الفطور جاهز. بس خلص حلاكي خلص بس احط شوية كوريا. بس الشاي رح يبرد. يلا جاي جاي. وحبوبي معايا من قبل ما يا صباح الخير. صباح الفل. كيف حالك؟ نعيما. الله ينعم عليك طول عمرك. كل هالقد بتطول بالحلاقة؟ هاو شو لعاد؟ عريس منى. دخيلك يا احلى عريس بالعالم كله. تسلمي تسلمي. تفضل حبيبي. اتفضل. ايه كل هذا بدي اكلونه. ايه طبعا هذا بعد يومين ثلاث بصير قد الدرفين. اصلا انا مو عاملت لك شيء، ان شاء الله الف صحه وهنا. هذا مو عاملت لي شيء، هذا الفطور هيك كيف الغداء. تعرفي فطور امبارح لسه مش قادر اهضمه. ايه صحيح ابو العود، ذكرتني بالغدا، بدي اياك تجيب لي لحمة كبة، رح اعمل لك كبة، اما شو كبة؟ رح تاكل اصابعك وراها، عد على اصابعك لقلك. كبة بصينية، كبة مقلية، كبة بلبنية، وكبة نية. وابيش كبة مشوية؟ وكبة مشوية وحياة عينيا، خلص، بس بدي اطلب منك طلب ابو عوان. يا ريت تتصل بنجاح خليها تجي تتغدى معنا، صلى 3 أيام عند خالتها. هي قالت بدها تقعد أسبوع. لا أبو عواد الله يخليك، خليها ترجع للبيت. إي ما هي غابت مشان ناخذ راحتنا من أنت عارفة. ليش حبيبي؟ نحن ما بنعرف ناخذ راحتنا وهي مو موجودة. يلا الله يرضى عليك، اتصل فيها وخليها تجي تتغدى معنا.